هو نظرة مستقبلية، طبيعة شخصية المثالي ذو نظرة مستقبلية ورومانسي بعدين نشوف بعدين نشوف بحرف القلم أي شيء بعدين ذو نظرة مثالية هو بيستيد بقراءة ذو نظرة مثالية رومانسية لا 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 الثاني في ينظر إلى المستقبل نظرة مثالية غير رومانسية لا مكتوبة رومانسية مثالية حط واو كده صغير واو أيوة تمام ينظر إلى المستقبل حماس كثير العالم يا بعد نور المستقبل ساعد في الدكتور ايوه ينظر المستقبل ذو حماس كبير لا 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 مع جنب ايوه ذو حماس كبير نفس الجمله لبس ترى مختلفة فيه معليش انت تاخذ الاختصار لبس هي مختلفة فيه ونظرة المستقبل غير انه متحمس اوكي طيب اوكي اساس المشكلة احنا دبلوماسي دقيقة يا شيخ خالد حبينا كلها في نقطة بعد ننسخ مقال يا خليني هذه يا قلبي هذه طبيعة الشخصية شفت هذا كله ترى نتكلم بطبيعة الشخصية بس لا موزعها مع المميزات لا المميزات لحالها بس